حول استفحال بعض الأمراض الفتاكة وخاصة دائي السل والميننجيت للسيدات السادة النواب المحترمين على الفريق الدستوري فليتفضل أحد النواب. مشكورة. تفضلوا. سيد الرئيس، سيدة الوزيران، سيدات السادة النواب المحترمين. سيد الوزير، داء السل معضلة صحية حقيقية في المغرب، إلى جانب بعض الأمراض السارية كالتهاب السحايا، هل من استراتيجية لمكافحة ومحاربة هذا الداء وخاصة داء السل؟ شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد رئيس محترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. الشكر للفريق الدستوري على تحية السؤال، لان السؤال اللي كان عندي تيهم داء السل وتيهم الميننجيت. دابا نبقاو في داء السل. مزيان، اولا باش نوضح الامور، هاد الاشاعات وهذا الشيء اللي كاين راه هو ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. راه نعطيك ارقام. دابا الحاجه اللي غتبقى بيناتنا هو نتيقك ما تيقنيش. اما حنا هذا ارقام وتتحمل المسؤوليه ديالنا بكل شفافيه. على الصعيد الوطني كاين هذه مده من 2009 و10 و11 و12 حوالي 27,000 حاله سنويه، اللي تتمشي في 83 حاله لكل 100,000 نسمه. وانت عارف طبيب، هذا الشيء ديال داء السل تيكون في المناطق الهامشيه اللي فيها الفقر، اللي فيها الهشاشه، واللي فيها الكثافه السكانيه. هذا المرض غادي في المغرب وتيتقلص تدريجيا، ولكن المشكل المطروح هو ما تيتقلش داك الشيء اللي بغيناه، ما داك النقص اللي تينخفض ما تيدوزش في 3%. كاين واحد استراتيجيه وطنيه اللي كنا قدمناها امامكم باش نخفضوه باكثر من 6%، اللي رصدنا لها واحد الغلاف مالي ديال 50 مليون درهم سنويا، 30 مليون ديال وزاره الصحه و20 مليون ديال البنك الدولي. اللي بغيت ناكد عليه هو كاين لاول مره في المغرب مصالح معالجه داء السل يعني المقاوم. واللي بغيت نقول لك، السل الرئوي الايجابي يعني لا توبيركولوز بيلمونيغا ميكروسكوبي بوزيتيف، هي اللي لان هي تنعرفوا واش متفق كاين داء السل ما كاين، كتقلص سنويا منذ 2010 كتقلص ب 5%. وهذا الشيء ما كاين شيء من ذاك الشيء اللي تيشاع، كاين نفس الارقام، ولكن احنا يلا بدينا هذه شهرين في هذه الاستراتيجيه الجديده، شويه الوقت انا تنظن وغنعطيكم في اخر السنه بكل شفافيه ومسؤوليه الارقام اللي غتكون موجوده لنا ان شاء الله. شكرا. كلمه السيد نائب محترم التعقيب. السيد الرئيس، السيد الوزير، في حقيقه احنا في الفريق الدستوري طرحنا هذا السؤال. اولا لم تمر الا بضعه ايام عن تخليل اليوم العالمي لداء السل اللي كان في 24 مارس، وثانيا لانه نعرفوا وزاره الصحه بوحدها ما يمكنش دير شي حاجه الا ما كانش واحد الانخراط ديال الحكومه كامله، ونعتبروا انه محاربه ولا مكافحه داء السل هو تحدي لهذه الحكومه بامتياز. سيدي الوزير، من نقولوا في حق هذيك 27,000 حاله سنويه، في حق لازلنا ديك 10% التي لم يتم الكشف عنها غادي تولي ديك 30,000، وهذا الرقم هو اللي عندنا منذ مرور يعني سنين وسنين. وديك 83 حاله في كل 100,000 نسمه. سيدي الوزير، كان بعض الاحياء بحال كان في الدار البيضاء ولا هنا في الرباط سلا طنجه توصل حتى ل 200 حاله في كل 100,000 نسمه، وللاسف ان هذا كيشكل واحد 3 أو 4 ديال الموتى كل نهار. سيد الوزير، هنا نتسألوا واحد المجموعه ديال التساؤلات، شنو وجدتها الوزاره لهاد الناس؟ لانه داء السل هو مرض ديال الفقير، هو مرض ديال المهمش، وهذا البرنامج حتى هو ولا برنامج فقير مقارنه بعض البرامج اللي هي اقل حده، كتلقى الدعم والعنايه اكثر من برنامج داء السل. وثاني سيد الوزير، نشوفوا في البرنامج ديالكم هضرتوا على احداث قطبين، قطبين لتكفل بهذه الحالات ديال المتعدد المقاومه. نسولكم سيد الوزير فين وصلوا، وتعرفوا انه هاد الناس اللي عندهم هذا المرض اللي متعدد المقاومه راه كقنبله يتمشى في الشوارع، ولا ويمكن له يعدي لنا كل عام ولا عامين يعدي لنا 10 ولا 20 تاع الناس، وهاد الناس راه ما يداواوش. الا شفنا السبيطار تاع مولاي يوسف اللي نعرفوه من القدم كان يشد كاع الناس اللي يداويو على داء السل، اليوم ولا نقسم هذا السبيطار والمستشفيات الاخرى اللي كانت عندها اختصاص في داء السل. ثالثا السيد الوزير، حنا بلد اللي نشكاو بهذا المشكل ديال داء السل، فين هو المكانه ديال البحث العلمي؟ البحث العلمي المغربي، الاطباء ديالنا ولا ديالنا فين؟ واش كاين شي بحث علمي في هذا المجال؟
ورابعا السيد الوزير نعرفوا ان المغرب ملزم دوليا يعني بعد انخراطه في الاهداف الالفيه وبهذه الوتيره تاع 3% اللي نتكلموا عليها نقصوا كل عام، حنا باش 2015 باش نوصلوا ل 50 خصنا نهبطوا ب 15% ونعرفوا باش نهبطوا 15% بحق راه مجازفه ومستحيل. وهنا نطلبوا السيد السيد الوزير يعني عندنا حنا في التكوين ديال الاطباء الاختصاصيين كل عام نكونوا 40 الطبيب اختصاصي في العيون، 50 اختصاصي في الاذن والحنجره، وهذا المرض اللي حنا نتشكاو منه ما نكونوش حتى 8 ولا 7 ولا 7 ديال الاطباء. سيدي الوزير نطلبوا لك انه الانخراط ديال الحكومه كامله لا حد يمكن نحاربوا هذا الداء. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. سيد الوزير لكم كلمه. على طول الخط لان داء السل كي قلت لك تيكثر عند الفقراء فكاين فقر الهشاشه والكثافه السكانيه. داكشي باش موجود في نواحي الدار البيضاء وتطوان المدن الكبرى وسلا الى اخره، حنا معروفه. ولهذا هذا الشيء ماشي يدير وزاره الصحه هي المسؤوله رقم واحد، ولكن المحددات الغير صحيه اللي خصنا وزاره تجهيز. ولهذا هذا البرنامج اللي قلنا لك باش غنخفضوا باكثر من 6% اللي فيه جميع المتدخلين وفيه المجتمع المدني كذلك. اللي بغيت نذكر منين بعض الناس تيسولوا علاش كاين غير الرباط والدار البيضاء في داء السل المقاوم، لان عاوتاني ما خصناش نكبروا القضيه غير المواطن المغربي والمواطن خصهم يعرفوا. هاد الناس كلهم راهم عارفين، يلاه كاين 193 بالضبط الى يومنا هذا الناس المغاربه مغربيه ولا مغربي اللي عندهم هذا داء السل المقاوم غير 193. ولاني هذه كي قلتي قنبله ماشي حنا ناعسين عليهم. على باش نشرح لك علاش ذا كاين غير دو سونتر كاين غير في الدار البيضاء، ما غاديش نكثروا عاوتاني على 193 ذاك الساعه غنشتوهم وما غاديش نداوهم. واستراتيجيه ترتكز على مجانيه الدواء ولا مركزيه الدواء. شكرا. شكرا سيد الوزير.